بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد. وتضمنت البرقية خالص تهاني وتمنيات سموه لجلالة ملك المغرب بدوام الصحة والسعادة ولشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة، مشيدا سموه بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية ضمنها سموه خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.